وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد السفير، يعني الرئيس السيسي منذ اليوم الأول للتصعيد الإسرائيلي وهو يبذل جهود كبيرة لوقف العدوان وأيضا الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، كيف ترى ذلك في إطار الجهد المصري المبذول لوقف إطلاق النار والوساطة المصرية في إقرار هدنة عاجلة بقطاع غزة؟ بالنسبة حضرتك لوقف إطلاق النار، في الأيام القليلة الماضية مصر كانت في اتصالات مكثفة مع الإدارة الأمريكية ومع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، سواء الدول دائمة العضوية أو الدول غير دائمة العضوية، من أجل الاتفاق على صياغات تحظى بإجماع جميع الدول الأعضاء في المجلس المذكور، بحيث أنه يصدر عن مجلس الأمن قرار يعكس حرص المجتمع الدولي على وقف إطلاق النار وعلى الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية بكميات تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ومن المتوقع أن يتم عرض هذا المشروع على مجلس الأمن اليوم، هذا بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي كانت تبذلها مصر بالتنسيق والتعاون مع قطر ومع الإدارة الأمريكية ومع حركة المقاومة الفلسطينية من أجل التوصل إلى الهدنة الإنسانية الأولى، والتي استمرت لمدة أسبوع، لكن إسرائيل للأسف الشديد قررت استئناف عملياتها العسكرية بعد ذلك. ومصر ما زالت تبذل كل جهد ممكن من أجل وقف إطلاق نار دائم. نعم، يعني بيتساءل الكثيرون، يعني هناك انتهاكات إسرائيلية متواصلة ضد سكان غزة، استمرار للمجازر ضد الأطفال والنساء، كيف يمكن للمجتمع الدولي الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا العدوان؟ حضرتك يعني إذا إن شاء الله صدر القرار عن مجلس الأمن اليوم كما هو من المتوقع، أعتقد حضرتك أنه هيبقى فيه تحرك حضرتك لهدنة، ليس فقط هدنة واحدة وإنما هدن إنسانية متتالية على طريق خفض التصعيد وخفض العمليات العسكرية في قطاع غزة. يعني نأمل أنه على الأسبوع الثالث من يناير أو على نهاية يناير يكون المجتمع الدولي والدول العربية بما في ذلك مصر نجحت في وقف هذا العدوان على قطاع غزة. طيب، حينما نقرأ يعني المشهد الحالي، يعني هل ترى في قراءتك توافق للموقف المصري مع نداءات مصر المتكررة وجهودها للعودة إلى مسار التفاوض وحل الدولتين قبل اتساع رقعة الصراع في الإقليم؟ مما لا شك فيه حضرتك، يعني اعتبارا من منتصف الأسبوع الثاني من العدوان الإسرائيلي على غزة، الموقف المصري أثر في تغيير مواقف بعض الدول القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية. ومصر كانت واضحة حضرتك منذ اليوم الأول، وحددت حضرتك بلورت مجموعة من العناصر في واقع الأمر، أن هذه العناصر أصبحت اليوم هي حضرتك الحد الأدنى للمواقف الدولية، سواء من حيث المطالبة بوقف العدوان أو ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، عدم توسع الحرب جغرافيا، ومعارضة التهجير القسري. ثم العمل على إيجاد أفق سياسي للقضية، بمعنى أنه لا تنصب فقط الجهود من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، وإنما أيضا الجهود المجتمع الدولي يجب أن تنصب على إيجاد حل نهائي يتفق مع قرارات الشرعية الدولية بالنسبة للقضية الفلسطينية. نعم، السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا.